ثم ويسن نظر كل من الزوجين بعد العزم، ثم بعد بيان أحكام النكاح بدأ المصنف أن يبين بعض المسنونات النكاح. نعم، هذا مسنونات مقدمة على النكاح. سن نظر كل من الزوجين بعد العزم على النكاح، هذا يسن. متى يكون هذا سنة؟ متى يبدأ وقت سنية النظر؟ هذا الذي ذكر بقوله بعد العزم على النكاح، أولا يعزم على النكاح ثم بعد ذلك، يعني من وقت عزمه يدخل وقت استحباب النظر، قبله لا يستحب، قبله يكون حراما كما سيأتينا. وقبل الخطبة، ثم هذا النظر أولا ليس بعد الخطبة بل قبل الخطبة، خطبة يعني المشاورة في النكاح. هذا الزوجان يذهب إلى من؟ إلى ولي المرأة أو إلى أهل المرأة، يخطب يعني إلى أهلها فيها حكم. فإذا أولا هو يفتش امرأة، ثم بعد ذلك ينظرها، لو طابت لنفسه وهو يبدأ بالخطبة، هكذا هو الترتيب. وقبل الخطبة، فإذا لو كان بعد الخطبة هل يسن أو لا يسن؟ يباح أو لا يباح؟ هذا النظر بعد الخطبة أيضا جائز، لكن السنة قبل الخطبة، هكذا قال. وظاهر كلامهم ألا يندب النظر بعد الخطبة، لأنه قد يعرض لأنه قد يعرض قد يعرض فتتأدى هي، يعني بعد الخطبة، الخطبة يكون هناك يعني تعيين والعزم، بعد ذلك لو رآها ممكن هو يترك هذه الخطبة ويعرض عنها فتتأذى، لو أعرض عنها هي تتأذى، يكون لها أذى وضرر لذلك إما هي أو أهلها. نعم، وأنه مع ذلك هكذا يقتضي كلامه، لكن مع ذلك يجوز. لماذا؟ لأن فيه مصلحة أيضا، هكذا ذكر في الخطبة. إذا قبل الخطبة يسن وبعد الخطبة يجوز، هكذا. وقبل الخطبة يسن نظر كل الآخر، ماذا ينظر؟ يعني كل من الزوجين ينظر الآخر، ماذا ينظر منهما؟ غير عورة، لا ينظر العورة بل ينظر غير العورة. العورة أي عورة؟ عورة يعني أربعة أو خمسة كما سبق، غير عورة، هذا عورة الصلاة مقررة بشروط الصلاة. فينظر من الحرة، يعني الرجل الزوج ينظر من الحرة وجهها. لماذا ينظر وجهها؟ ليعرف جمالها، يعرف في وجهها جمالها، يعني الجمال في الوجه، ليس الجمال فقط بل هناك يعني أمور تعرف في وجهها، وبعض الأخلاق أيضا يظهر في وجهها، مثلا التواضع، وكذلك الغضب، يعني شدة الغضب، وكذلك شهوتها أيضا، قوة شهوتها، هكذا يعني أخلاق تظهر في وجه المرأة وفي وجه الرجل أيضا. نعم، لذلك ينظر كل واحد. ثم كفيها، ثم وكفيها، ينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها، وكفيها تكون على قوله وجهها، ينظر كفيها ظاهرا وبطنا، لماذا؟ ليعرف خصوبة بدنها، خصوبة يعني نعومة، وكذلك يعني كثرة اللحم، هل هي نحيفة أو جسيمة، وهكذا يعلم من كفيها. فإذا المرأة المسلمة مأمورة بلبس ثوب واسع، وإلا وهذه الأمور تظهر من شكلها. فإذا هي يعني متدينة، لذلك هي تلبس يعني ثوبا واسعا حتى لا يظهر شكل جسمها من ثوبها. فإذا كيف يعلم هذه الأمور؟ يعني خصوبة، جسامة، كل هذا يعلم من باطن الكف وظاهره وظاهرها، هكذا يعلم. ثم وممن بهارق، يعني ينظر الرجل ممن بهارق، يعني من الأمة بعدا أو كلا، ما عدا ما بين السرة والركبة،
يجوز له ان ينظر من هذه اللمه ما غير ما بين السره والركبه وهما تنظران منه، ثم هذه الحره واللمه يعني كلتاهما تنظران منه يعني من الرجل الرجل الخاطب، ذلك ذلك معناه غير عدا ما بين السره والركبه. فاذا يسن ذكرنا يعني يسن نظر، فاذا بالنسبه للمراه يسن لها نظر غير ما بين السره والركبه، هذا هو المعتمد في مذهبه. وهناك راي اخر يعني قيل الحره تنظر منه مثل ما ينظر منها، يعني الوجه والكفين فقط تنظر المراه من الرجل، هكذا قول، وهو الوجه والكفان كما ذكر وهو ضعيف، هكذا ذكر البجيري. ثم ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح او عده. فاذا اولا هو يفتش امراه، وجد امراه عزمت على النكاح، ثم بعد ذلك يفتش عن حالها، هل هي متزوجه يعني ذات زوج او هل هي في عده. فاذا ينبغي ان يتيقن اولا خلوها من نكاح وعده ثم ينظر، وبدون ذلك لا يجوز النظر. وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب، وكذلك هذا أيضا ما لا بد منه لجواز النظر، بدون هذين الأمرين لا يسن النظر ولا يجوز النظر بل يحرم. ممكن هذا وجد امرأة ثم بعد ذلك يظن ماذا أن يجاب، يعني لو خطب فيها إلى أهلها هي توافق وكذلك أهلهم يوافقون، يجب هذا الظن. فإذا لو غلب على ظنه أنه لا يجاب فلا يجوز النظر. فإذا هو لا يمشي ينظر جميع النساء بل هكذا يعني أمور، ثم بعد ذلك ثم ونذب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة ليتأملها ويصفها له. فإذا لو لم يتيسر له النظر مباشرة بل هو يعني في بلد آخر أو يعني هكذا يمكن يعني الحذر حذر التجول أو هو في حجر صحي هكذا، فإذا ماذا يفعل؟ هو ينظر امرأة ثقة ثم ليتأملها، يعني ينظر هذه المخطوبة ويتأمل في أوصافها ثم يصفها له، يعني جمالها خصومة جسدها خلقها كل هذا يصفها. ما هو الأفضل من هذين؟ النظر هو الأفضل، نعم. إن لم يتيسر هذا يصف ويصف عنه، ثم هذا الإرسال يعني أولى بعد النظر أيضا ليتأملها جيدا ثم يصفها له هكذا. وخرج بالنظر المص يجوز النظر فقط لا يجوز المص أصلا، وهنا حاجة شرعية لجواز النظر، لذلك جاز النظر أو يعني سن النظر، ومع ذلك ليس هناك حاجة شرعية، لذلك يحرم المس مطلقا، نعم. فيحرم إذ لا حاجة إليه، لا حاجة إلى تجربة مسها، بل ينظر ويعلم هذه الأمور، نعم. المس حرام مهمة، يحرم على الرجل ولو شيئا، ثم بعد ذلك المصنف يذكر هنا مسألة نذر الرجل أجنبية، وكذلك مس الرجل حكم مس الرجل أجنبية أو يعني محرما، هو يمس ظاهر أمه أو يعني ظاهر أخته يد أخته وهكذا يمس، ماذا حكمه؟ وكذلك يسمع صوت الأجنبية ماذا حكمه؟ كل هذا يبين هنا الفقهاء يبينون هذه المسائل هنا، نعم. مهمة، يحرم على الرجل ولو شيخا هما، هما ما معنى هما؟ يعني شيخا كبيرا فانيا، فنا قوة الجماع لا يبقى فيه قوة الجماع أصلا، يعني فانية شهوته الجنسية، يعني لو رأى امرأة كأنه يرى رجلا، ليس عنده تفاوت بين كونه ينظر إلى امرأة أو إلى رجل، عادة الرجل لا يميز بينهما، لو نظر إلى امرأة يكون عنده حالة قلبية، وهذه الحالة القلبية تختلف عن حالته
التي ينظر فيها إلى رجلين، هذا يعني طبيعة الإنسان. وهذه الحالة زالت عن هذا الرجل بسبب كبر سنه وفناء قوته الشهوانية والاجتماعية، له أيضا يحرم تعمد نذر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه. نعم، تعمد نذر حرام. فإذا رجل التفت إلى جانب، كانت هناك امرأة، فإذا وقعت عينه عليها، لا نقول هذا حرام، بل هو قصد النظر بعد ذلك إليها، كيف ببقاء عينها إليها، أو يعني التفت ثم التفت ثانيا ونظر إليها، هذا حرام، هذا يقال تعمد. نعم، نظر شيئا من بدن أجنبية، أجنبية يعني سبق في سيأتينا من يحرم نكاحها، هذه هي الأجنبية. نعم، على الدوام. نعم سيد، حرة أو أمة بالنسبة إلى الأمة عورتها، يعني عورتها مثل عورة الرجل، ما بين السرة والركبة فقط عورتها. ومع ذلك بالنسبة إلى النظر، لا يجوز لرجل أن ينظر إلى أعداء ما بين السرة والركبة، بل هو لا ينظر إليها أصلا. ذاك يعني بالنسبة إلى حالها، هي مأمورة بالخدمة بخدمة مولاها، فإذا لو كلفت بستر جميع بدنها يشق عليها، لذلك أرخص الشرع تسهيلا عليها، هذا أمر آخر. أما مسألة النذر أمر آخر، لذلك يحرم على الرجل أن ينظر شيئا من بدن أجنبية أمت نيلا. ذكر هنا تعمد نذر الشيء، شيء يعني بشرا أو يعني شعرا أو يعني ظفرا أيا كان، سواء كان وجهها أو يعني كفيها. ثم هذه المرأة ما كم سنها؟ ليست ببالغة أجنبية، لا يشترط حرمة نظرها بكونها بالغة، بل لو كانت مشتهاة فحكمها حكم البالغة، هذا الذي قال بلغت حدا تشتهى فيه. نعم، هذا كيف تشتهى؟ الفقهاء يختلفوا، ثم اتفقوا على أن من دون الخمسة غير مشتهاة، على أن من بلغت تسعة هي مشتهاة يقينا، ما بين خمسة وتسعة تختلف حالها باختلاف حالة جسدها، لو كانت جميلة هي جسيمة وهكذا، يعني خصب جسدها خصب هكذا، عندئذ ممكن هي تشتهى في السن السادس أو السابع هكذا مبكرا تشتهى، لو كانت نحيفة أو شوها فهكذا، فإذا لا تشتهى في الثامنة أيضا. فإذا بين هذا يعني الأحوال مختلفة. فإذا تيسيرا على عامة الناس قيد بعض الفقهاء، يعني ذكر بعض الفقهاء ضبط أو تعيين السن السابع، من السن السابع حكمها حكم البالغة، هكذا ذكر بعض الفقهاء تيسيرا على العامة. نعم، فينبغي أن يعتبر هذا. ثم ولو شوها، يعني هذه المرأة أجنبية المشتاهة، يعني الشوهاء غير جميلة، بل هي قبيحة، صورتها قبيحة، ليس عدم الجمال فقط، بل وجود القبح في صورتها، أو عجوزة، فهذا المرأة عجوزة جدا، ومع ذلك يعني النظر شيئا من بدن أجنبية. ثم الشهوة هنا، معنى الشهوة ما هي المعنى الشهوة؟ هذا كما ذكرت، هذه الحالة التي تختلف عن حالة رؤية الرجل ونظر الرجل، هذا يعني نشاط قلبي أو ميلان قلبي، هذا هو الشهوة. هذا الشهوة تختلف معناه، يختلف في أبواب مختلفة، في بعض الأبواب معنى الشهوة يعني انتشار الذكري، أو يعني استمرار انتشار الذكري وهكذا، أو زيادة انتشار هكذا في بعض الأبواب، أما هنا ليس ذاك، يعني هذا نشاط قلبي. ولو شوهاء أو عجوزة وعكسه، يعني يحرم العكس أيضا، يحرم العكس معناه يحرم على المرأة تعمد نذر شيء من بدن رجل أجنبي حرا أو عبدا بلغ حدا يشتهى فيه، هكذا يكون. خلافا للحاوي كالرافعي، هما يعني بالعكس ذكر خلاف، الحاوي للإمام الماوردي ذكر فيه خلاف، عندهم يجوز النظر
المرأة إلى بدن أجنبي سما ما بين سرته وركبته هكذا قال يجوز للمرأة أن ينظر من بدن رجل أجنبي ما عدا سرته وركبته ما عدا ما بين سرته وركبته هكذا قال، لكن هذا ليس براجل. وإن نظر بغير شهوة وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد. نعم، فإذا هذا نظر حرام مطلقا. لو كان مع أمن الفتنة أو يعني بدون شهوة النظر هذا حرام، يعني هناك قول لو كان بدون شهوة جائز. رد عليه قال وبالغ وإن نظر بغير شهوة أو يعني مع أمن الفتنة. الفتنة ما هو أمن الفتنة؟ يعني لماذا مع أمن الفتنة يحرم؟ يحرم لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب، هكذا ذكر في شرح المنهج. نعم. ثم بعده لا في نحو مرآة، يعني لا يجوز النظر في نحو مرآة. نحو مرآة يعني هذا نظر صورة المرأة كما أفتى به غير واحد. وقول الأسلمي تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة ضعيف، لكن عندما ينظر يجوز النظر في نحو المرآة هناك قيد ذكره في التحفة حيث لم يخشى فتنة ولا شهوة. فإذا هذا لا في نحو مرآة يرجع إلى هاتين الغايتين، يعني لا في نحو مرآة بدون شهوة وبأمن فتنة. فإذا لو كان بشهوة أو بدون أو مع خوف الفتنة بدون أمن الفتنة يحرم. نعم. فإذا هذا الرؤية في نحو مرآة هذا مثاله مشاهدة السينما وكذلك فيديو فيه تظهر المرأة. فإذا لو كان النظر بفتنة بدون أمن فتنة أو بشهوة يحرم هذا النظر أيضا. نعم. كما أفتى به غير واحد. وقول الأسنبي رحمه الله تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة ضعيف. وكذا اختيار الأذرعي هذا أيضا ضعيف. قول جميل يحل نظر وجه وكف عجوز الذي سبق يعني لا يقيد بعجوز وهذا بالعموم هذا ضعيف. وهنا يعني اختيار الأذرعي قول جميل بالنسبة إلى العجوز هذا أيضا حرام. نعم. يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة. نعم. وهذا أيضا ضعيف. ثم ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا. فإذا هذا الخلاف السابق بين بالوجه والكفين فقط، فكذلك بالشهوة بدون شهوة أمن الفتنة كل هذا خلاف في الوجه. أما نظر إلى عنق الحرة رأس الحرة هذا حرام قطعا بدون خلاف. وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا شهوة وخوف فتنة إلى اللامة إلا ما بين السرة والركبة لأنه عورتها بالصلاة. نعم، هكذا قول بالنسبة إلى اللامة يجوز النظر إلى غير ما بين السرة والركبة بدون شهوة يكره فقط لا يحرم. لماذا؟ على عورتها بالصلاة هكذا ذكرنا. ثم بعده يعني حكم الصوت الباقي هذا وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به كما بعده الزركشي رحمه الله تعالى. الصوت ليس من العورة لذلك لا يحرم سماعه، يعني سماع الصوت إلا إن خشي منه فتنة، يعني عندما يسمع الرجل صوت المرأة الأجنبية يخشى منه الفتنة أو يلتذ به لسماع الصوت يحرم وإلا لا يحرم. وكذلك المرأة عندما تستمع تسمع صوت الرجل الأجنبي لو التذت به أو لو خشيت منه فتنة يحرم وإلا لا يحرم. نعم. ها
ما المراد بالفتنة هنا أو خوف الفتنة؟ هذا واضح من عبارة البجيني أن شرح واللصغاء لصوتها عند خوف الفتنة، أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام، وإن لم يكن عورة بالإجماع، يعني الصوت ليس بحرام بعورة، مع ذلك الصغاء لصوتها. كذلك على العكس، يعني صغاء المرأة لصوت الرجل الأجنبي عند خوف الفتنة، أي الداعي إلى إجماع من هذا الصوت، وهو يعني يخالف الفتنة، الفتنة الداعية إلى جماع، إذن يخاف الداعية إلى جماع، أو يخاف الداعية إلى خلوة ونحوهما، نحوهما يعني من مقدمات الجماع، وهكذا يعني الخلوة كذلك نعم. هذه هي الفتنة، إما يخاف هذه الفتنة أو يلتذ بسماعه، عند السماع له لذة أو لها لذة، هذا يعني لم يدخل في الفتنة، بل على أمر آخر يقابل عنده يحرم. لا في نحو كما بعثه الزركشي، وأفتى بعض المتأخرين بجواز الصفير للنساء في الولائم والأفراح، وأفتى بعض المتأخرين بجواز الصفير، الصفير ما هو؟ وتصفيت بجعل الأعصاب على الفم، يجعل الإصبع على الفم، وعلى صفير جعل الأعصاب على الفم ليس بقيد، إما هكذا فكذلك صورة أخرى، يعني بمجرد الشفتين أيضا يمكن الصفير. إذن هذا الصفير جائز للنساء في الولائم والأفراح، يعني في الوليمة، وليمة عقد النكاح وغيرها، وكذلك وقت الأفراح الفرح وقت المناسبات يجتمع هناك الرجال والنساء، فإذا هل يجوز لهن هذا الصفير؟ نعم يجوز، لكن هذا الرجل هو لا يستمع إليه متى على التذ به، أو يعني لو خشي فتنة، الرجل لا يستمع إليه ولا يصغي إليه، بل هو يعرض عنه، أما مجرد هذا الإنشاء جائز. هناك يعني هذا شبهة عدم الجواز بسبب أن الولائم والأفراح مظنة اجتماع الرجال أيضا، لو كانوا متميزين بدون اختلاط مع النساء أيضا، لكن يوجد حينما يوجد الأجانب لو صنعنا أخرجنا هذا الصوت الصفير ممكن يكون هناك شبهة، لذلك هذا جائز، هذا الجواز يعني أصل حكمي. أما لو علمت أن رجلا أجنبيا يلتذ بصفيرها صفيرهن أو يخشى منه الفتنة ومع ذلك يصغي إلى صوتها صفيرها فيحرم، لماذا؟ هذا يكون إعانة على معصية، الإعانة على معصية معصية، ثم والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى، ثم هل يجوز نظر فرج صغيرة لا تشتهى، يعني هذا بنت ابنته سنتين سنتين أو 3 سنوات هكذا، هل يجوز النظر إلى فرجها؟ نعم لا يجوز عند الشيخين، هذا ليس بجائز، وقيل يكره ذلك، الحرام هو المعتمد عند الشيخين الإمام الرافعي والنووي رحمهما الله، لكن رأي أن هذا مكروه فقط ليس بحرام، وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز، الذي سبق صغيرة بنت وهذا صغير، فإذا الإمام المتولي فرق بينهما، عنده لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة، أما يجوز النظر إلى فرج الصغير، صغير يعني كما ذكر سابقا غير مشتهى، لا يشتهى، يجوز يعني نظر المرأة إلى فرج الصبي الصغير غير المشتهى، إلى متى؟ إلى التمييز، إلى التمييز، فإذا ليس للاشتهاء بل
عائلات تمييز بس غير يعني غير المميز يعني. إذن ما الفرق بينهما؟ فرج صغيرة وفرج صغير. في فرج الصغيرة لا يجوز، في فرج الصغير يجوز عند الإمام المتولي. يعني هناك ذكر فرق لأنه لا يستقبح استقباح فرج الصغيرة هكذا هو فرق، بسبب أن فرج الصغير لا يستقبح مثل استقباح فرج الصغيرة هكذا ذكر الإمام المتولي. لكن ما هو الراجح؟ الراجح كلاهما سواء، كما ذكر يعني بجير من أقلنا عن حلبي. والمعتمد أن فرج الصغير كفرج الصغيرة في حرمة النظر إليه لغير المرضعة ونحوها. مسألة المرضعة سيأتي نعم، ده بالنسبة إلى غيرها. وجزم به غيره، جزم بالهل غير المتولي، لكن المعتمد ليس ذلك. فقيل يحرم، لكن هذا القيل هو الراجح في المذهب. ويجوز لنحر الأم نظر فرجهما ومصه زمن الرضاع والتربية بالضرورة. يجوز لنظر الأم نحر الأم يعني الحاضنة كذلك المرضعة، وهؤلاء يجوز لهن نظر فرجهما وفرجيهما بالتثنية. كيف بكم؟ تثنية فرجيهما هكذا نسخة ثانية، فرجيهما ومصه، فرجيهما يعني فرج الصغير وفرج الصغيرة، ثم بعده مصه. مصه هو الضمير مفرد، لو كان فرج مفرد يرجع إليه، إذا لو كان تثنية بالفرج فالضمير ضمير الإفراد يرجع إلى الفرجين بتأويل المذكور. مصه يعني مص المذكور من فرجيهما، هذا جائز يعني الأم تحتاج، وكذلك المرضعة والحاملة تحتاج إلى مص فرج الصغيرة والصغير، وكذلك النظر يجوز لهن زمن الرضاع. متى هذا؟ زمن الرضاع فقط، فإذا لو مضى زمن الرضاع بالنسبة إلى المرضعة والأم والحاملة كذلك والتربية زمن التربية لو مضى هذا الزمن لا يجوز للضرورة، وهذا جائز لأجل الحاجة والضرورة. أما بالنسبة إلى غيره يعني الأم والحاضنة والتربية وال يعني مرضية لا يجوز لغيره، هذا نظر فرجيهما ومص فرجيهما ليس بجائز، هذا هو الراجح سبق الخلاف فيه. ثم وللعبد العادل النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة والركبة كهيا. هذا مسألة نظر العبد، العبد العادل لو كان عادلا، عادل يعني هذا الإفة التامة، ليس الإفة يعني الإفة عن الزنا فقط. وكذلك هناك شرط آخر، هذا عبد غير مشرك غير مبعد غير مكاتب هكذا، وهذا العبد العدل. النظر يجوز له النظر إلى سيدته المتصفة بالعدالة. إلى أين ينظر منها؟ ينظر ما عدا ما بين السرة والركبة، يجوز للعبد أن ينظر من سيدته. لو كان العبد والسيدة كلاهما عدلا، عدالة معتبرة فيهما يجوز، إلا لا يجوز. كهي يعني يجوز للسيدة المتصفة بالعدالة النظر من العبد، من بدن العبد يعني عبدها، إلى غير ما بين الصفة والركبة هكذا على النفس كلاهما جائزا. هنا ذكر قيد العدالة في العبد والسيدة، وهذا القيد يعني قيد العدالة حينما يكون ناظرا، لو كان منظورا فلا يعتبر عبد، يعني عبد هو عدل ينظر إلى سيدته، والسيدة ليست متصفة بصفات العدالة، فيجوز للعبد أن ينظر إلى غير
ما بين صفرتها وركبتها، لماذا هو متصف بالله تعالى؟ كذلك على العكس، يعني السيدة متصفة بالله تعالى، يجوز لها النظر إلى غير ما بين صفرة وركبة عبدها. نعم، فلا يعتبر هناك عدالة العبد، فإذا هذا القيد باعتبار الناظر فقط. نعم، ثم ولمحرم ولو فاسقا وكافرا أو كافرا، ولمحرم ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء صفرة وركبة، وراء صفرة وركبة منها كنظرها إليه. هذا مسألة المحرم، ولمحرم محرم للمحرمية أسباب ثلاثة بأي سبب كان، محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، أي سبب كان محرم ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء صفرة وركبة منها، يعني من محرمة من قريبته المحرمة، يجوز له النظر إلى ما وراء صفرته صفرتها وركبتها كنظرها إليه، كعادة على العكس، يعني يجوز لها للمحرمة النظر إلى ما وراء صفرته وركبته. إذن بالنسبة إلى المحرم هذا هو العورة ما بين السرة والركبة، يجوز النظر إلى ما وراءهما، يعني إلى غير ما وراء بينهما. نعم، ثم ولمحرم ومماثل مس ما وراء السرة والركبة. نعم، النظر وكذلك المس أيضا جائز، ولمحرم ليس للمحرم فقط ومماثل أيضا، مماثل يعني رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، أيا كان ما وراء مس ما وراء السرة والركبة. نعم، هذا جائز، ومع ذلك هو يستدرك عليه بالإقرار. نعم، مس ظاهري وساق محرمه كأمه وبنته، وعكسه لا يحل إلا لحاجة أو شفقة. فإذا أولا قال لمحرم أو مماثل مس ما وراء السرة والركبة، فإذا هنا يعني للعلماء رأي يعني هذا مص جائز أو ليس بجائز، يعني مص ما وراء السرة والركبة من المحرمة، بعض قال جائز وبعض قال ليس بجائز. فإذا المصنف حتى بقول جمع بينهما، يعني الحرمة متى يكون؟ لو كان المص بالشهوة أو خشية الفتنة أو اللذة هكذا يكون حراما، لو كان المس لأجل الحاجة والشفقة لا يحرم بل يحل. الحاجة مثلا المساعدة على ركوبها، هو يساعدها على الركوب على دابة أو على مركب هكذا، هذا الذي قال نعم مص ظاهري وساقي، الظاهر وساقي ليس بقيد بل على الباطن او امثاله. ثم ذكر في الجمل عند قوله مص ظاهري وساقي ليس بقيد بل المدار على ما يجوز نظره، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، يعني في عبارة التحفة وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها إلى آخره. إذا ذكر في التحفة البطن والرجل، وهنا ذكر الظهر والساق، كل هذا مما يجوز النظر إليه، لكن المس ليس بجائز إلا لحاجة أو شفقة. هذا الخلاصة. ثم وحيث حرم نظره حرم مسه، حيث حرم نظره نظر أي شيء، نظر أشيء من بدن أجنبية أو أجنبي بالنسبة إلى امرأة حرم مسه، هذا قاعدة مطلقة. بلا حائل، هذا المس بلا حائل حرام. فإذا هذا سبق أن بينا بالنسبة إلى الأجنبية هذا جميع جسدها عورة، فإذا مس يديها يعني كفيها أو مس وجهها كلها حرام بلا حائل، لأنه أبلغ في اللذة، يعني
نظر حرام لماذا؟ لأنه مظنة اللذة. فإذا يكون في المسيح أشد، تكون المظنة شديدة، لو لم يلتذ به حقيقة فالمظنة شديدة، لذلك أولى بالحرمة. نعم يحرم مسواته الأجنبية مطلقا. يعني سبقا ذكرنا خلافا في هذه المسألة، وكذلك يجوز النظر لبعض الأمور كما سيأتي، مثلا لأجل التجارة أو لأجل الشهادة أو لأجل التعليم، تعليم الواجبات الشرعية كما سيأتي. وعندئذ أيضا ما يحرم مس الوجه، النظر إلى الوجه جائز، مع ذلك يحرم مسه، هذا معنى قوله مطلقا. وإن حل نظره لنحو شهادة أو تعليم كما ذكر في بدير، ثم وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا. إذا ما يحرم نظره من الرجل الأجنبي أو الأجنبية كيف متصلا، يعني متصلا في بدنه، يعني الذي انفصل، يعني مثلا هذا قطع الشعر لامرأة، هل يجوز هل يجوز للرجل النظر إلى هذا الشعر، شعر الأجنبية؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز النظر متصلا، لذلك لا يجوز النظر منفصلا. هذا الذي يقول قلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل، قلامة يد ورجل كلاهما وشعر امرأة، يد أو رجل أو شعر امرأة، وهذا يرجع إلى ثلاثة، يد رجل، غلامة يد غلامة رجل، وكذلك شعر امرأة، هذه امرأة يرجع إلى ثلاثة، فإذا غلامة يد امرأة، غلامة يد رجل، يد رجل، ثم شعر امرأة. لماذا؟ لا يجوز للنظر أن ينظر إلى الظفر أو إلى الشعر من المرأة متصلة، لذلك لا يجوز بعد الانفصال. وعانة رجل، بالنسبة إلى الرجل أن ينظر إلى عانته ليس بجائز، لذلك لم ينفصل أيضا لا يجوز. وعلى هناك تفسير، يعني ذكر هناك في جمل نقل أن العلبي ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك، لأن وجوب ستر شعر المرأة وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم له نظره فليحرم. عانة الرجل يعني رجل له حلقة شعر عانته عورته، يجب عليه ستر هذا الشعر. كذلك بالنسبة إلى المرأة لو قلم ظفره أو قطع أو يعني نتف أو سقط شعرها شيء من شعرها، يجب عليها سترها. فإذا هذه الأمثلة جارية مما من وجوب ستر هذه الأشياء. وهناك ذكر يجب دفن هذه الأشياء وسترها، لماذا؟ لئلا يطلي عليه من لا يجوز له نظره. أما بالنسبة إلى المرأة الأجنبية جميع شعر الرجل كذلك، فإذا الرجل قطع أو قص شاربه أو لحيته أو يعني شعر رأسه فيحرم على الأجنبية النظر إليه إلى هذا الشعر، فيجب مواراتهما، فيجب مواراتهما يعني مواراة القلامة والشاعر. بالنظر إلى هذه المسألة وجوب المواراة والستر والدفن ذكر ذكر يعني هذه القيود، عانت هكذا صدر إلا حكم الشعر كله في حكمه. وتحتجب وجوبا مسلمة أن كافرة وكذا عفيفة أن فاسقة، تحتجب يعني هي تلتزم الحجاب وجوبا مسلمة أن كافرة. هنا ذكر هكذا، لماذا؟ وهنا الناظرة هي الكافرة هي التي تنظر، فلا فائدة في ذكر حكم نظرها، بل ماذا يجب على المرأة المسلمة العفيفة، هذا هو المهم. لذلك قال وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة.
وكذلك الحكم فيما سبق يعني جميع، أولا ذكرنا يعني لا يجوز النظر إلى شيء من بدن أجنبية، لذلك الأجنبية تحتجب عن الرجل الأجنبي. فإذا هل يجب على الرجل أن يعني الاحتجاب عن المرأة بسبب أنه يحرم على المرأة الأجنبية النظر إلى شيء من بدن الأجنبي؟ وهذا لا نقول به. لماذا؟ فهذا الرجل مكلف بالخروج بالأسواق والذهاب إلى الأعمال، وهو مكلف بالطلب الفضلي. فإذا لو أوجب الشرع على الرجل هذا الاحتجاب يشق عليه، بخلاف المرأة وهي مأمورة بالاستقرار في بيتها، ثم خروجها من بيتها استثنائي، لذلك كلف الشرع كلفها الشرع بالاحتجاب. ثم ذكرنا يعني مسألة الصغير والصغيرة، فإذا يجب على الحاضنة بالأم والمرضية وأمثالهم ستر عورة الصغير والصغيرة، لئلا ينظر إلى عورة الصغير والصغيرة من يحرم النظر إليه هكذا. فإذا هذا يلزم من حرمة النظر الاحتجاب إلا ما استثني. فإذا هنا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض جسدها للكافرة بل هي تحتجب. وكذا عفيفة عن فاسقة، امرأة عفيفة هي تحتجب عن فاسقة. فهنا إذا الفاسقة هي لا تلتزم بأحكام الشرع، لذلك لم يذكر حكم الفاسقة بل ذكر حكم العفيفة هي التي تلتزم بأحكام الشرع. كيف صارت فاسقة؟ فاسقة أي بسحاق أو زنا أو قيادة. ليس هنا مطلق الفسق مرادا بل فسق ببعض الأمور. سحاق سحاق يعني هذا الالتداد، التداد امرأة بامرأة، هذا هو السحاق، بمنزلة اللواط بين الرجل والرجل، اللواط والمفاخرة هكذا بمنزلته، التداد المرأة بالمرأة هو السحاق. أو هي فاسقة بزنا يعني هي زانية، أو هي يعني قاعدة يعني جالبة للزنا، هي تذهب بامرأة إلى رجل ثم توفق بينهما وترتب الأمور للزنا، هكذا فاسقة. لو كانت هكذا فاسقة فيجب على العفيفة أن تحتجب. أما لو كانت فاسقة بترك الصلاة أو بالغيبة والنميمة وهكذا بالكذب فلا يجب الاحتجاب. ويحرم ملازمة رجلين أو امرأتين عاريين بثوب واحد. هذا مسألة أخرى. ويحرم ملازمة، ملازمة يعني أن يرقد رجلان في فراش واحد. ملازمة في فراش واحد. رجلين أو امرأتين كيف عاريين بثوب واحد يعني في فراش واحد. وإن لم يتماسى أو تباعدا مع اتحاد الفراش، ممكن هذا فراش واسع جدا، لذلك الذي ابتعد بينهما بعد واسع، ومع ذلك هذا يكون حراما، لذلك لو كان يضاجعان في فراش يجب عليهما اللبس يعني لبس صوتي يعني ستر اللبس، ثم مع اتحاد الفراش خلافا لسبكي رحمه. هذا الخلاف يرجع راجع إلى التباعد، غاية التباعد. وقال الإمام السبكي رحمه الله قال لو تباعد عن اتحاد الفراش فلا يعلمنا. وباحث استثناء العبيد بالأم لخبر به بعيد جدا، يعني هناك باحث لبعض العلماء هذا لو كان هذا رجلان مضاجعان أبا وابنه أو أما وبنتها فلا يعلم، مع العري مع العري مجردين يعني ثوب لا يعلم. هكذا ذكر بعض العلماء بحثا وعلى بعيد جدا. نعم. ويجب التفريق بين ابن 10 سنين وأبويه وإخوته في المرجع، هذا مسألة أخرى. يجب التفريق بين ابن 10 سنين، فإذا هذا ولد بلغ من سنه 10 سنين يفرق بينه وبين أبويه، يعني لا يرقده مع أبويه، كذلك لا يرقده مع إخوته باتحاد المضجع بل يفرق.
وإن نظر فيه بعضهم بالنسبة للعبي والأمي. هكذا عند بعض العلماء نظر، ومع ذلك هذا النظر ليس بمستقيم. ثم هذا 10 سنين، 10 ليس بقيد، بل بعض العلماء ذكر يعني 7 سنين. 10 سنين نازع الزركشي في اعتبار العشر بحديث الدارقطني الصريح في اعتبار السبعين. قد أوضح ذلك في شرح الروضي. فإذا عند الإمام الزركشي هذا 7 سنين. ثم مسألة أخرى، مسألة المصافحة، ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة. يعني يحرم النظر، نظر الأمرد الجميل لو كان جميلا بشهوة، فكذلك مصافحته أيضا حرام. كيف يكون يعتبر الجمال؟ الجمال يعتبر بحسب الطبع الناظر، هكذا ذكر في الحلم. ويحرم يا شيخنا، نحن تركنا سطرا واحدا، ويستحب تصافح الرجلين او المرأتين. وان نظر فيه بعضهم بالنسبه للابي والامي، جمله تركنا عفوا. ويستحب تصافح الرجلين او المرأتين اذا تلاقيا. المصافحه سنه عند الملاقات. ما معنى المصافحة؟ المصافحة إلصاق صفحة الكف بالكف، هذا معنى المصافحة، إلصاق صفحة الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه. إذن إقبال الوجه على الوجه إذن من معنى المصافحة، هكذا ذكر في شرح الجامع الصغير. ويستحب تصافح الرجلين إلى آخره، عبارة الأذكار للإمام النووي رحمه الله. ويستحب معها البشاشة في الوجه، وهو يصافح مع بشاشة الوجه، طلاقة الوجه يعني انبساط بالوجه. هو الدعاء كذلك عند المصافحة يسن الدعاء عند اللقاء. والأفضل أن يقول، ثم ما هو الدعاء الأفضل؟ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا هو المصافحة. ثم يسن أمر آخر ذكر، ويسن تقبيل يد نفسه بعد المصافحة، قاله ابن حجر رحمه الله. عندها بعض الأذكار والدعوات من البيضية. فإذا كل يصافح هكذا أخاه، أو المرأة تصافح أخته، يعني امرأة مسلمة، ثم هذه المصافح يقبل يد نفسه. أما تقبيل يد العالم والوالد والوالدين كذا كذا لأجل شرف، ذاك أمر آخر، وهذا تقبيل يد نفسه وهو أيضا مسنون. نعم، هذا حكم المصافحة. ما هو حكم المعانقة؟ المعانقة يعني هكذا يجوز، يسن متى؟ لو طال اللقاء أو رجع من السفر فقط، في هاتين الحالتين، ليس عند كل لقاء. فإذا الرجل يرى في كل جماعة أو في كل يوم، ليس لا يسن له المعانقة. أما هذا هو المصافحة. ثم بعد ذلك قال يحرم مصافحة الأمرد الجميل. الجمال يعتبر بحسب طبع الناظر، عند ناظر يكون أمرد جميل، وعند غيره لا يكون جميلا. هذا الجمال يختلف باختلاف الأطباع الطبيعة. لذلك من هو الأمرد؟ يعني أمرد ليس كل صبي أمرد، بل وهو بلغ من سنه إلى أن ينبت إلى سنه أن ينبت الشارب واللحية ولم ينبت، هذا هو الأمرد. بالنسبة إلى الصبي الجميل غير الجميل، لو كان يلتذ به أو يشتهي به ويحرم، هذا ليس حكما للأمرد ولا غير الأمرد، بل هذا حكم كل شيء. رجل ينظر إلى صورة بلذة أو يخشى منه الفتنة فيحرم، هكذا. ثم ويجوز ويكره، أولا ذكر استحباب المصافحة، ثم ذكر حرمة المصافحة، ثم
لو كان مسافحة الأمراض الجميل حراما. لا بس انت تعالى على لو كان مسافحة الأمراض الجميل حراما فمسافحة الأجنبية في حرام. كما سبق المس حرام ثم هذا باتحاد الجنس، أما باختلاف الجنس أغلب. ثم يذكراني مسألة كراهة المصافحة، إذا يكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والذي لم يعني مصيبة آفة مرض وغيره. مثلا هذا رجل أبرص أو رجل أجزم، عندئذ يكره. فإذا كأن هذا قيدا لما ذكره تصافح رجلين أو المرأتين، متى يستحب هذا؟ لو لم يكن صاحب عاهة مرض الأبرص الأجزم أو يعني في هذه الأيام يخاف من المصافحة هذه إصابة الفيروس، عندئذ لا يستحب بل يكره المصافحة. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة، يعني كان هذا استثناء مما ذكر سابقا من حرمة النظر إلى وجه الأجنبي، لكن يجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها. ببيع وغيره مثلا غير إجارة أو إعارة، يعني جاءت امرأة لشراء شيء من دكانه، الرجل هو صاحب الدكان هو الذي يبيع الأنبياء، والمرأة جاءت، فإذا هو ينظر إلى وجهه. بل ينبغي عليه أن يتحذر من الشهوة واللذة، وهذا لحاجته جائزة، ومع ذلك يتحرى من أن يكون من يلتذ بها بالنظر إليها. هذا يدخل في النحو ببيع وغيره، يدخل بالغير هذا السائر المعاملات، وكذلك يعني الشهادة داخلة هكذا. وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة، وكذلك يجوز لرجل أن ينظر إلى امرأة أو إلى أمرض هكذا. لماذا؟ لتعليمه، لتعليمها، لتعليم الأمرض أو لتعليم المرأة. ماذا يعلمها؟ يعلمه ما يجب تعلمه عينيا كان أو كفائيا، هكذا ذكر، يعني واجب عينيا أو واجب كفائيا كالفاتحة، دون ما يسن على الوجه. هل يجوز له ان ينظر الى المرأة لتعليم ما يسن تعليمه؟ فيه خلاف، الراجح هو قول ابن حجر رحمه الله لا يجوز، هذا مقابله هو قال به الامام الرملي كما ذكر يجوز عنده. فاذا لو لم يعلم ما وجب وما يسن وما سن لا يجوز له النظر لتعليم هذه المباحات إلى وجهها، هذا ليس بجائز. فإذا هذا تعليم في المدارس العسرية لا يجوز، لأجل هذا التعليم النظر إلى وجهها أو النظر إلى وجهه على العكس. فإذا في المدارس الدينية يكون إما تعليم ما يجب عليه أو ما يسن له، فإذا على المرجوح أو هو جائز. والشهادة كذلك يجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة وتعليم ما يجب تعلمه والشهادة، يعني تحملا وأداء لها أو عليها. إما هو يتحمل شهادة، هي تتحمل شهادة، أو هو يتحمل شهادة عليها، أو يتحمل شهادة لها، لها عليها يعني موافقا لها لدعواها، أو ردا يعني ردا على دعواها عليها. اما يكون هذا تحمل الشهادة او اداء الشهادة، اداء الشهادة عند القاضي اولا هو يشهد بالواقع، هذا هو تحمل. ثم وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وان تيسر وجود نساء او محارم يشهدون على الوجه. وهذا ذكر أولا يجوز له النظر لأجل الشهادة، ثم أعاد. لماذا أعاد؟ لأجل ذكر هذا التعميم، وإن تيسر وجود نساء ومحارم يشهدون على الأوجه. فإذا متى يجوز هذا النظر؟ هل جواز النظر مقيد بعدم تيسر غيره من النساء والمحارم؟ ليس هكذا يقيد،
بل يجوز النظر لو تيسر، لو تيسرت الشهادة من نساء ومحارمها يجوز النظر. هذا الذي قال وتعمد النظر لشهادة العين والبهائم لا يعلم، وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على اللوزين. وبعد أن تجد هكذا بعدم التيسر، إذن فرغ المصنف من مسائل يعني النظر وبيان العورة. فإذن كلما يحرم النظر من الأجنبي يجب على المرأة الاحتجاب، لأجل ذلك يجب على المرأة الاحتجاب عند الخروج من بيتها. هناك خلاف هل يجب على المرأة، يجوز للمرأة أن تسافر سافرة طلبته أو لا يجوز. الإمام الرملي رحمه الله ذكر لا يجوز للمرأة أن تسافر سافرة طلبته، بل يجب عليها لبس النقاب. أما عند الإمام ابن حجر رحمه الله يجوز، لكن لو كان في الطريق أجنبي ينظر إليها يجب عليها لبس النقاب. فإذا يجب عليكم أن تدربوا نساءكم وبناتكم وأخواتكم على هذا اللبس، لبس النقاب ولبس القفاز وهكذا لبس الجورب، هذا واجب على النساء. هكذا يعني في مسألة الحجاب ورد أحاديث صريحة بالنسبة إلى هذه الأحكام. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة ما هو الخير، هل تدرون ما الخير للمرأة؟ إن ما أجاب أحد من الصحابة كان من الحاضرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهب إلى بيته وسأل زوجته فاطمة رضي الله عنها هذا السؤال، يا أجابت الخير للمرأة ألا يراها رجل أو ألا ترى رجلا أجاب. فإذا جاء علي رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذرية مدحها بقوله تعالى ذرية بعضها من بعض. وهكذا يعني أحاديث منها استنبط العلماء هذه المسائل من قديم الزمان. وهذا يعني لبس النقاب والقفاز والجورب كان يعني سيرة المؤمنات، سيرة المؤمنات خاصة سيرة يعني نسائي وبناتي وأخواتي العلماء والصلحاء والعباد، كان هكذا من قديم الزمان. هذا قبل نزول الحجاب أيضا كان هذا سيرة المؤمنات من الصحابة. يعني أقول حديث في صحيح البخاري ورد في مسألة الحجاب، هذا رغبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نزول الحجاب. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني منعت يعني زوجاتك عن الخروج، وورد في هذا الحديث أن سودة كانت محتجبة ما رآها، ما عرفها من رؤية وجهها، بل عرفها عندما خرجت للبراز. كيف عرفها؟ يعني من شكلها. في الحديث كانت طويلة من طولها عرف عمر أنها التي ذهبت هي يعني سودة، وقال لها عرفناك يا سودة، ثم بعد ذلك نزل الحجاب. ثم هنا يعني عندها المصنف من بيان هذه المسائل.